عيون جل مغمراتي يا حي مركب الدلايل. المرة الأولى لأبناء المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركته نستعين. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام في كل مكان، لا زالت أشواط هذا المساء مستمرة في تحد مميز مع شعارات أبناء القبائل، حيث نصل في هذه اللحظات إلى ثامن الأشواط الذي يسير بتحديات مميزة في هذه الأثناء. شوط يخص القعدان والسن هو سن اللقاية، بينما نذكر بجائزة هذا الشوط عبارة عن نيسان بترول ستيشن اكس اي بانتظار، احدى الشعارات المنطلقة هنا بين جنبات هذا الميدان في هذا المهرجان، في هذا المهرجان السنوي كبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. نسير مع تحديات هذا الشوط ونبدأ مباشرة مع المركز الأول لنتابع أمور الصدارة. وهذا هو الشرقي، أول الأسماء المدشنة لعالم الإذاعة بشعار حمد بن محمد بن ماجد البريص المري، من يقدم لنا الشرقي على مقدمة الشوط، ولكن سرعان ما يأتي الواصل ليغير النتيجة مع المركز الأول في هذه اللحظة بشعار علي بن مسعود آل شعفول المري، من يقدم الواصل في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط، ولكن التبديل يأتي سريعا مع هذه الانطلاقة بحضور بيضان اللي قلب الأمور في هذه اللحظات وبدأ يسير مع مركز القمة. سالم بن محمد آل نابت المري من يقدم لنا بيضان على مقدمة هذا الشوط، بينما الشرقي على المركز الثاني يحضر بشعار حمد بن محمد بن ماجد آل بريص المري مع المركز الثاني. المركز الثالث يأتي ملفت في هذه اللحظات بشعار محمد بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري، يتقدم على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الواصل مع رابع المراكز علي بن مسعود آل شعفول المري، من يقدم لنا شعاره، يقدم لنا الواصل مع المركز الرابع. المركز الخامس هذا هو شاهين قادم بشعار صالح بن عبد الله الغفراني المري، من يقدم لنا شاهين على مستوى المركز الخامس. خماسية المقدمة تسير مع هذه التشكيلة الجميلة حتى هذه اللحظات، ولكن لنتابع معكم عبر شاشة قناة الريان الفضائية مع هذه الشعارات القادمة في هذه اللحظات مع الكادر السفلي، لنتابع هذه الأسماء وهذه النجوم الحاضرة في هذا المساء على ميدان التحدي، ميدان الشحانية، حيث الحضور الكبير من شعارات أبناء القبائل من دول مجلس التعاون حضروا هنا في هذا الكرنفال السنوي الكبير، مهرجان المؤسس. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول. هناك نيسان بترول ستيشن بانتظار إحدى الأسماء المنطلقة بالإضافة إلى مادة الزعفران. الله 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 الله، العودة إلى نجومية بيضان على مقدمة هذا الشوط، يسير مع هذا الشعار الجميل مع هذه النجمة الحمراء على مقدمة الشوط بشعار سالم بن محمد آل نابت المري، من يقدم لنا بيضان على المركز الأول والصدارة، بينما من عمق الميدان نشاهد الواصل عليه الرقم واحد، ويطمع راعي الواصل اليوم بالرقم واحد من خلال هذا التواجد للواصل علي بن مسعود آل شعفول المري. خطير هذا الشعار، حضر في هذا الموسم حضورا مشرف هنا على أرضية ميدان الشحانية، بينما على المركز الثالث أتابع ملفت محمد بن سالم بوظفيرة يتقدم هناك مع المركز الثالث أحد أبناء الإمارات حاضرين هنا في هذا الملتقى الكبير. المركز الرابع، شوف الاسم القادم وصل في هذه اللحظات، عرفيت القادم بشعار مبارك بن حسين الجربوعي ياتي هناك مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس، شوف التدخل والوصول ايضا من شاهين القادم بشعار صالح بن عبد الله الغفراني المري، يصل هنا مع هذه الرباعية الجميلة. الله، يا هي منافسة حاضرة في هذا
الشوط. النسان بترول بالانتظار. الله الله الله، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، واشتعلت المنافسة هنا مع هذه الأمتار. 1200 متر عن خط النهاية، نتابع معكم الصدارة المقدمة. الواصل 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 يا بن شعفول، مع تحديات البداية أبناء المملكة يطمعون بالناموس في هذا الشوط من خلال تقدم الواصل مع صدارة هذا الشوط، وبالتحديد من ميدان النعيرية. يأتي هنا بن شعفول ليقدم الواصل مع المركز الأول علي بن مسعود الشعفول المري، المركز الثاني عرفيت مع المركز الثاني أمبارك بن حسين بن راشد الجربوعي، من يقدم لنا شعار على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد هناك من بيضان سالم بن محمد النابط المري. المركز الرابع هذه أول إذاعة علي عز أحمد بن علي بنواس الكتبي يصل مع المركز الرابع. الله الله الله، انحصرت الأربع المراكز، ولكن أشوف اسم قادم في هذه اللحظات. شوف الوصول مشاهدينا الكرام من الشعار القادم، الوصول من مبلش على ما يبدو عايض بن محمد الفطيح اليامي، ولكن العودة إلى المقدمة، إلى المقدمة، إلى شعار بن شعفول مع الصدارة مع الواصل الواصل الواصل. الله يا أبناء ميدان النعيرية، أبناء المملكة، الواصل عليه الرقم واحد، الواصل هو الرقم واحد، أول الواصلين مع الأمتار الذهبية والسيارة الثانية في رصيده. يا سلام يا هذا الحضور، هذا هو الواصل يطير بالنيسان، يطير بالسلامات من ميدان الشحانية إلى ميدان النعيرية، من ميدان الشحانية إلى أبناء المملكة. سلام 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 الواصل، سلام سلام يا بن شعفول، سلام على هذا الحضور المميز. هنيئا لك الفوز والناموس والانتصار، والواصل يصل إلى خط النهاية بطلا متوجا بالنيسان. تهانينا واسعد الله مساك يا بن شعفول. بينما المركز الثاني كان الوصول من عزلي أحمد بن علي بن نواس الكتبي. المركز الثالث، المركز الثالث وصل عرفيت بشعار مبارك بن حسين بن راشد الجربوعي. بينما المركز الرابع كان الوصول مع المركز الرابع، المركز الرابع من نصيب شاهين عبد الله بن سلطان الغفيلي. المركز الخامس، المركز الخامس من وصل بيضان لسالم بن محمد النابط المري. تابعنا هذا الشوط، ولكن الواصل طار بالسلامات إلى أبناء النعيرية، إلى المملكة. سلام يا بن شعفول، ناخذ التوقيت، لحظة وصوله إلى خط النهاية قاطع الخمسة كيلومتر في توقيت مقدار 7 دقائق 28 ثانية 62 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن مسعود الشعفول المري على فوز الواصل وانتزاعه ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من عرفيت وتوقيته الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية. لنتابع مع مخرجنا مشكور يا أبو شارب على هذه المتابعة. المركز الثاني كان الوصول من عز، وهذا هو عز بشعار بنواس، حضر ثانيا في 7 دقائق 32 ثانية 44 جزءا من الثانية. تهانينا لأحمد بن علي بن محمد بنواس الكتبي على فوز عز بالمركز الثاني. بينما عرفيت من وصل ثالثا في 7 دقائق 32 ثانية 48 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لمبارك بن حسين بن راشد الجربوعي.